كتير متقفلة، ناقصنا فهم ومقدرة عشان نفتحها ولو عليها كلوم. مشكلة ولا معضلة ولا لوغاريتمات، تفاصيلها بسيطة مفاتيحها معاك. وإيه تاني تعوزه غير إن ابنك بكرة تشوف عقدك تطلع على ولدك لحسن يتطبع بطباعك، تبقى انت الظالم وهو المظلوم. في مقولة عايزة اقولها لكم شهيرة قوي، هي أنا مش فاكراها يعني بالظبط، يعني هي شهيرة بس أنا مش فاكراها، بس فاكرة معناها. معناها بيقول إن كل حاجة في الدنيا بتقوم أو بتقع بالقائد أو بالقيادة. يعني آه ده بجد، يعني بيت، شغل، أي حاجة تقوم أو تقع بالقيادة. زي كده بالظبط في التربية، كل حاجة فيها بتقوم أو بتقع، يعني تبقى شكلها جميل أو تبقى حلوة أو تبقى مش كويسة بالقيادة. فمين المسؤولين عن القيادة في حلقتنا دي؟ المسؤولين على قيادة الأطفال هم الأهل. ومين أكتر يعني بقى مين اللي لازم يركز قوي في الحلقة دي؟ هو الأب. اكتشفنا جداً جداً إن دور الأب ده مهم قوي 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 في حياة أولادنا. علشان كده هنتكلم في حلقات كتير من بداية من الحلقة دي عن الأبوة، منظومة كده كبيرة قوي اسمها منظومة الأبوة. أيوة، على فكرة احنا قصدنا أن يبقى اسمها معقد كده علشان موضوع كبير قوي قوي ومهم جدا. قبل ما ندخل في تفاصيله وقبل ما نشوف مين الضيف المتخصص معانا، سألنا ود جميل قوي كده، بتستمتع ازاي مع بابا؟ يعني ايه أكتر أوقات بتستمتع بيها مع بابا؟ وبتلعبوا ايه وبتعملوا ايه؟ إجاباته كانت سك. تعالوا شوفوا الولد ده قال لنا على الأبوة ومنظومة الأبوة بس بطريقته هو الصغنانة كده اللي بيبسطه. تعالوا معايا. انت بتقولي انك انت عندك كلام مهم عايز تقوله وكلام ما ينفعش تقوله، صح؟ احنا هنا هنقول الكلام اللي ينفع نقوله. انت اسمك ايه في الاول عشان ابقى عارفة؟ بس اقول لك يا مين. كريم. كريم، وبيدلعوك يقولوا لك ايه في البيت؟ كتير قوي. قول لي احلى اسم انت بتحبه. كارميلا. كارميلا، الله، ده انت طعمك حلو، صح؟ انت قلت لي انك عندك كلام مهم، صح؟ مهم. ده الكلام المهم ده عايز تقوله لمين اصلا؟ لكل الناس. لكل الناس. طيب قبل ما نقوله لكل الناس انا عايزه اسالك شويه اسئله. ماشي. انت بتحب تلعب بايه في البيت؟ بحب ان انا العب مع ماما. مع ماما تلعب بايه انت وماما؟ بتحبوا تلعبوا بايه؟ العب بكرومبو. بكرومبو، انت عندك كرومبو. وايه تاني؟ وكمان كوتشينا. الله. طب وبتلعب مع بابا بايه؟ بابا لعبه انا بخترعها بمخي. ايه هي؟ انا بخترع وانا نايم، يعني بابي يكون ملك نايم وانا اخد الختم بتاعه واجريه بسرعه واخبيه وبابا يحاول يلاقيني. وبابا بيلعب معاك كده، يعني هو بقى بيعمل نفسه نايم بقى، صح؟ انت بتتبسط باللعب مع بابا؟ قوي. ليه؟ عشان هو بيحبني. ازاي بتعرف ان بابا بيحبك؟ عشان هو بيحب انه يلعب معايا. الله، يعني لما بابا يلعب معاك تعرف ان هو بيحبك. ولما بيعمل ايه تاني كمان معاك تعرف ان هو بيحبك؟ انه بيقول لي انا بحبك. الله، يعني بابا كمان ممكن يقول لك يا كراميلا انا بحبك؟ وشك بيبقى ازاي؟ بص انا بابا. بابا اسمه ايه؟ رامي. رامي؟ بص يا رامي، انا رامي، خلاص؟ وهقول لك يا كراميلا انا بحبك، وريني وشك هيبقى عامل ازاي، اوكي؟ اوكي. كراميلا انا بحبك. وريني وشك. وري وشك هنا في الكاميرا. وشك بيبقى كده لما بابا يقول لك انا بحبك. قولي انت بتعمل ايه تاني انت وبابا مع بعض؟ يعني بصي، يعني حاجات انت اول مره تسمعي عنها. الله، انا نفسي اسمع عنها جدا، ممكن تقولي؟ اوكي.
اوكي. بابا بيخليني ان انا وهو رايح الشغل كل يوم بيكلمني. بيكلمك وهو رايح الشغل؟ ده بيبسطك؟ ليه بيبسطك ان هو بيكلمك؟ علشان هو انه بيحبني. بيحبك فعشان كده بيكلمك في التليفون وهو رايح الشغل، صح؟ وانت مثلا في حاجة حصلت في المدرسة مضايقاك، بتحكي مع مين؟ كل الحاجات اللي حصلت وحشة. طب وبابا بيقولك ايه لما بيعرف ان في حاجة ضايقتك؟ بيعمل ايه؟ بيطلب المدرسة يقول لها ايه اللي حصل كريم. طب وانت بتتبسط ان بابا بيطلب بالمدرسة لما حاجة بتحصل تضايقك في المدرسة؟ ليه بتتبسط ان بابا بيعمل كده؟ عشان هو بيحب انه يخليني ان انا يقول لي ان انا بحبك موت. الله الله، جميلة دي. لما بابا بيعمل كده بتحس ان هو كأنه بيقول لك انا بحبك موت. كريم كريم، انت بتحب بابا؟ طيب هقول لك على حاجة. لو انت دلوقتي تعالى كده، تعالى عشان انت في دور مهم هتعمله قوي دلوقتي. بص يا عم، انت دلوقتي الاطفال الطفل اللي هتكلم كل بابا في الدنيا، هتقول لهم شوية حاجات مهمة جدا مفروض يعملوها مع اولادهم. يا كل البابا اللي في الدنيا، احنا عندنا البطل بتاعنا اللي اسمه كريم عايز يقول لكم حاجة انا مش عارفاها. انت تفضل قول له كل البابا اللي موجود بيسمع عليك بيسمعك. احنا كل الباباهات اللي موجودين، احنا المفروض انه نلعب مع طفلنا. ويعملوا يلعبوا مع عيالهم ولا ما يلعبوش ولا يعملوا ايه؟ قول لهم يلعبوا. العبوا. طيب قول لهم ليه الحاجات دي مهمة؟ يعني انت قول لهم ليه مهم نعمل الحاجات دي؟ بيحسوا انه بيحبهم. لما بابا بيعمل الحاجات دي الاطفال بيحسوا ان هو بيحبهم. شكرا جدا جدا جدا. انا متاكده جدا جدا ان كلامك ده في ناس سمعته، في بابا ناس سمعته وهيعملوه مع اولادهم. مبسوط. انا نشوف في راجل بره كده نشوفه شاف اللي احنا قلناه هنا ولا ما شافش. اوكي ونيجي تاني. كراميلا بيتبسط قوي كريم لما بابا يقول له يا كراميلا. تخيلتوا كم المجهود العنيف اللي ممكن الاب يبذله في انه يدلع ابنه اسم دلع. شفتوا الولد كان بيبقى شكله ايه؟ شفتوه في الكاميرا وبقول له وانت مبسوط بتبقى مبسوط ازاي؟ راح كده بيعمل وشه وبصه جميله قوي كده علشان بيلعب مع بابا وبيخترع. واختراعات ايه يعني؟ خلي بالك بابا كريم مش سهل، يعني بيخترع معاه اختراعات فولاذيه. يعني هو انه يعمل نفسه نايم وكراميلا ياخد منه الخاتم ويقوم بابا يقول ايه ده ايه ده فين الخاتم زي ما انتوا شفتوا كده. شفتوا الاختراعات؟ شفتوا قد ايه الاختراعات معقده؟ ها معقده. موضوع بسيط جدا جدا بس بيفرق مع عيالنا قوي. هنكمل زي ما قلت لكم في البدايه بتاعت الحلقه دي ان احنا نتكلم عن منظومه ضخمه وكبيره وبسببها بنقوم الاطفال او بنهدمهم، وهي منظومه الابوه. عشان نتكلم في موضوع الابوه ده كان لازم يبقى معانا ضيف ليه شرطين، يعني نختار ضيف يكون عنده شرطين. اولا دارس في الموضوع ده، يعني مش بيقول كلام كده وخلاص من تخميناته، دي نمره واحد. نمره اتنين هو كمان يكون اب كويس. الحقيقه ما احنا مش هنجيب اي حد وخلاص ويبقى ممرمط عياله وييجوا يكلمنا نربي عيالنا ازاي. فوقع الاختيار على الرجل العظيم، رجل المهام الشاقة، الأستاذ تامر إسحاق. تعالوا شوفوا معايا الأستاذ تامر إسحاق قال إيه على منظومة الأبوة. مساء الخير. مساء النور. منورنا يا أستاذ تامر. ده نورك. قبل ما تعرفوا الأستاذ تامر يبقى مين وبيعمل ايه وجاي ليه معانا، بفكركم انكم انتوا بتشوفوا برنامج ابني ومفتاحه. النهاردة هنتكلم عن دور مهم جدا 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 ورئيسي جدا جدا في حياة ولادنا، وهو دور الأب والمنظومة كلها دي كده بتاعت الأبوة. بشجع اللي بيسمع دلوقتي لو انتي ماما اسمعي طبعا الحلقات لانها فيها حاجات تهمك جدا مهمة جدا تعرفيها وتعمليها مع ولادك كمان. لكن كمان بشجعك ان لازم جوزك يشوف الحلقة دي، وياريت كمان تشاركيها لباقي اصحابك لان هنتكلم كلام شديد ومتين جدا. شديد يعني مش صعب وغلط، بس اقصد كلام مهم جدا 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 ليكم تسمعوه.
استاذ تامر عايزه اتعرف بيك اكتر وتقولي بتعمل ايه وبتحب ايه انت كمان وبتعمله من كام سنه وكده. انا اسمي تامر اسحاق. انا بحب قوي ان انا اساعد الناس، فاتخرجت في كليه العلوم وبعد كده اشتغلت في الادويه فتره طويله من حياتي، بس كانت محبتي ان انا اساعد الناس موجوده جوه قلبي، وكنت بحاول اساعدهم بصوره تطوعيه. وبعدين قررت ان انا اسيب صناعه الدواء واتجه الى ان انا اساعد الناس كفول تايم. فابتديت اذاكر مانجمنت، فعملت ماجستير في اداره الاعمال، وذاكرت حاجه اسمها كوتشنج، فعملت دبلومه في الكارير كوتشنج. الكوتشنج هو العلم اللي بيساعد الناس ان هي ترد على بعض الاسئله المفتاحيه، زي انا مين، المفروض اعمل ايه في حياتي، المفروض اعمله ازاي. وله تخصصات كتيره من ضمنها الكارير كوتشنج او البيرنتنج، ازاي ابقى اب احسن. في انواع تانية ليها دعوه بالقياده، اللي احنا بنسميها الليدرشيب كوتشنج، ازاي ابقى انتربرينور او رائد اعمال. ففي انواع مختلفه من الكوتشنج. انا بشتغل في اربع انواع منهم: الكارير والليدرشيب او القياده، الجزء بتاع البيرنتنج، واخر جزء اللي هو ازاي اكون رائد اعمال ويبقى عندي بزنس ناجح. بعمل ده از فول تايم، واستمتع جدا باللي انا بعمله، وعشان انا بستمتع بوجودي مع الناس وان انا اساعد الناس. ده موضوع كبير قوي، ده موضوع كبير قوي وضخم كده. طيب استاذ تامر، حضرتك مهتم جدا بموضوع الابوه. واحده من الحاجات المهمه قوي. يعني رحت سافرت بره البلد علشان تاخد حاجه في الموضوع ده صح كده؟ مظبوط. ايه رحت يعني عملت ايه؟ يعني خدت درست الموضوع ده ليه في الاول؟ قولي ودرست ايه؟ النهارده عشان اي مجتمع يتقدم لازم نبتدي نبني فرد سليم. والفرد السليم او الفرد اللي بينمو نمو متكامل، عشان يتبني اول جزء بيتبني فيه هو البيت. والفرد ده عشان يتبني بيعدي بمراحل في بنائه، فبيبقى في مجموعه من الناس اللي بتاثر في حياته عشان توصله الى النمو المتكامل او الويل بينج اللي احنا بنتكلم عليه. المراحل المختلفه اللي بيعدي فيها اي شخص في مراحل النمو نقدر نقسمها لاربع مراحل رئيسيه: المرحله من صفر لسن الست سنين، وبعدين المرحله من سن 7 سنين ل 12 سنه، من 12 ل 18، وبعدين مرحله من 18 ل 21. في مجموعة من الناس اللي بتأثر في شخصية كل واحد وبتكون شخصيته في المراحل المختلفة دي. فمن سن 0 ل 6 دي اللاعب الأساسي في فريق التأثير في الأطفال هو الأم. فالأم بتاخد الدور الأساسي أو الدور البطولة في المرحلة دي، وبتساعد الطفل إن هو يبني حاجات زي الثقة، زي إن هو يبقى عنده الأوتونومي أو القدرة على اتخاذ القرار من جواه. بعد كده بننقل على مرحلة تانية بيبقى ليها دور الأب، هو رمز البطل، وهو البطل في فريق العمل اللي بيأثر في حياة الأطفال. والمرحلة دي بتبقى من سن 7 سنين ل 12 سنة، والاب فيها بيعمل حاجات كتيره، زي مثلا ان هو بيعلم الطفل ازاي يقول ايه الصح وايه الغلط وبناء عليه يعرف يختار. ان هو بيعلم الطفل او بيرسخ فيه الايدنتيتي بتاعته او الهويه او الصوره اللي هو يشوف نفسه بيها وقيمته بتبقى عامله ازاي. بيرسخ كمان حاجه زي اكتشاف المواهب عند الطفل، ازاي اكتشف مواهب ابني. بيرسخ حاجه كمان، احنا قلنا بيكتشف الموهبه، ان هو بيحسسه بالهويه، ان هو بيعلمه الصح من الغلط، وكمان بيحسسه بالامان. فدول اربع حاجات رئيسيه لما بيبتدي يحصل فيهم خلل في حياه الطفل. ده الموضوع بقى كبير. في مراحل تانية غير اللي حضرتك قلتها دي لازم يمر بيها الطفل عشان ينمو؟ يعني في مرحلتين كمان، المرحله اللي هي من سن 12 ل 18 سنه، ودي مرحله بيبقى البطل فيها هو الأقران، الأصدقاء. ودي مرحلة بتتكون فيها أو بتظهر فيها السمات القيادية بتاعت الشخص، إزاي بيختار الأصدقاء بتوعه، إزاي يميز أو يبقى عنده زي ما بيقول الحدس أو الانتويشن، إن هو يفهم الشخصيات اللي حواليه كويس.
وبيبقى فيها الأصدقاء هم البطل وهم اللي بيأثروا، ودي بيبقى فيها الدور بتاع الأب بيتراجع ودور الأم بيبتدي يتراجع برضو. بعد كده لو العلاقة ما بين الطفل وباباه كويسة بيرجع تاني الأب إلى المشهد من سن 18 ل 21 سنة، ودي المرحلة اللي الشخص فيها بيبتدي يختار الصداقات والاتجاهات الرئيسية اللي هو بيروح فيها، بيبقى محتاج مساعدة ان انا اكتشف شغلي، اكتشف انا هروح فين في الحياة. فبيرجع تاني الاب لو علاقته كويسة مع الاطفال يرجع تاني الى دور البطولة. فانا كاب او احنا كعيلة محتاجين نفكر ازاي بيحصل التأثير في كل مرحلة، وازاي كل مجموعة بتأثر. مش بس كده، في أبعاد تانية عشان تكون الشخصية اللي بتنمو نمو متكامل. يعني في بحث اتعمل لواحد مشهور جدا اسمه سيلجمان، مارتن سيلجمان، وده بيعتبروه هو الأب للبوزيتيف سايكولوجي أو علم النفس المبني على التفاؤل والإيجابية. سيلجمان عمل البحث بتاعه لقى إنه الشخصية اللي بتنمو نمو متكامل عندها خمس أبعاد. البعد الأولاني إن هو بيبقى عنده دايماً مشاعر إيجابية، وده له علاقة بالماضي بتاعه، له علاقة بالمستقبل بتاعه، له علاقة بالحاضر بتاعه. البعد التاني إنه الشخصية دي بتبقى عندها حاجات بتستمتع بيها، فهي engaged في حاجات، والحاجات دي هي بتحبها وبتعرف تستمتع بيها، وزي ما بيقولوا كده إيه، أنا بنسى نفسي لما أعملها. الحاجة الثالثة إنه يبقى عنده علاقات، والعلاقات دي مش بس مع أصدقاء، لكن علاقاته في الأسرة مع بابا ومع ماما مع إخواتي، علاقاته في مع أصحابه، علاقاته في المدرسة، علاقاته مع الرموز اللي بتمثل دور القدوة في حياته زي المدرسين زي المدربين. فالعلاقات دي إزاي تكون عنده علاقات إيجابية في حياته. حاجة كمان، إزاي يبقى حاسس إن هو له معنى، حياتي ليها معنى، أنا شخصية مؤثرة، يعني وجودي في الحياة له معنى. آخر بعد في الشخصية المتكاملة اللي كل أب وكل أم لازم يفكر فيها هو بعد الإنجازات، إزاي يبقى عندي إنجازات وحس بأن أنا شخصية منجزة في الحياة. فإحنا كأب وكأم في حاجتين دايما بنلعب عليهم، مين الشخص اللي بيلعب وإيه الحاجات اللي بيبنيها أو المهم إن هي تتبني في المراحل المختلفة للنمو بتاعة الطفل. طيب أنا عايزة أمسك واحدة واحدة من الخمسة دول اللي قلتهم وتفهمهاني بالراحة خالص، مفروض يحصل فيها إيه وبتأثر ليه والكلام ده. أول واحدة بقى خليني الأول أبتدي بالبحث نفسه اللي اتعمل. البحث لما اتعمل سيلجمان ابتدى يقول كان هو مهتم بفكرة السعادة ومين الناس اللي بتبقى أسعد في الحياة، فابتدى يعمل بحث وقارن مجموعتين من الناس، الدينيين واللادينيين. لما ابتدى يقارن ما بين الدينيين واللادينيين اكتشف انه المجموعات الدينية بتعيش اطول، بتبقى اغنى، وبتبقى عندها امراض اقل. فابتدى يبحث في الموضوع هو ليه المجموعات اللي ليها علاقة بربنا بيبقى عندهم الثلاث حاجات دول اكتر من الناس التانية. فاكتشف انه بيبقى عندهم حاجة اسمها المشاعر الايجابية، والمشاعر الايجابية ليها علاقة بثلاث حاجات، انا شايف الماضي ازاي وبتعامل معاه ازاي، انا باصص للمستقبل ازاي، وبناء عليه تعاملاتي مع الحاضر دلوقتي عاملة ازاي. فلقى انه الدينيين عندهم حاجة بالنسبة للماضي مفتاح اسمه الغفران او التسامح، ان انا ببتدي اغفر وأسامح للناس اللي أساءت إليا، عندي رضا، عندي ذكريات جميلة. فبيبقى دوري كأب إن أنا أبني الذكريات الإيجابية ديت في حياة أولادي. بتحصل إزاي الذكريات الإيجابية؟ هنتخيل مثلا إن إحنا داخلين على فترة أعياد، وليكن مثلا إن إحنا داخلين على شهر رمضان أو داخلين على حاجة زي عيد الميلاد. عيد والأعياد دي بتبقى مرتبطة بالزينة، يعني إن كنا مثلا بنتكلم عن رمضان فإحنا بنعمل زينة رمضان، أو مثلا لو أسرة مسيحية داخلة على الكريسماس فبتجيب شجرة وتعمل بابا نويل. مثلا إن أنا أخلق ذكريات إيجابية إن أنا أخد وقت لتزيين شجرة الميلاد أو أعمل زينة رمضان وأعمل فانوس مع أولادي. فتبتدي تبقى جواهم شخصية حاجة بتقول إنه بابا وماما
بيقضوا وقت معانا، فبابا وماما بيحبونا واحنا مبسوطين واحنا بنعمل الحاجة دي. حاجة تانية مثلا تبني المشاعر الإيجابية زي كلمات التشجيع، انه بابا بيشجعني، انه بابا بيدافع عني، انه لما اتعرضت مثلا لحد في المدرسة او في النادي انه حد ضايقني، انه بابا جه وقف جنبي او ماما جت وقفت يعني جنبي، بابا الهيرو بتاعي بالظبط كده. فبيبتدي يبني مشاعر إيجابية. ان انا اخد ابني او بنتي واطلع بيهم مثلا سفرية 3 أيام، 3 أيام دول احنا بنعمل فيهم ايه؟ احنا بنقعد مع بعض، بنتكلم مع بعض، بنضحك مع بعض، بنلعب مع بعض، نطلع معسكر مع بعض. ففي معسكرات دلوقتي ابتدت تنتشر اسمها بابا والطفل. فبطلع معسكر كل الغرض من المعسكر ان انا العب مع ابني، ان احنا ننافس مع ابهات تانيين، ان احنا نعمل انشطه مع بعض، ونقعد نفتكر الانشطه دي مع بعض. اعمل حاجات تانية مثلا زي ان انا اخده ونخرج خروجه مميزه. فمثلا اخد بنتي وتلبس فستان جميل وانا البس بدله ونروح نخرج في حته حلوه. مش لازم الحته دي تكون غاليه، لكن المهم انه الولد او البنت ده طالع معاك مخصوص، انت ومرتب القعده دي مخصوص بالظبط كده. فتبتدي تتبني المشاعر الايجابيه والذكريات الايجابيه اللي هتبقى ذخيره للطفل دوت بعد كده في المستقبل. حلو جدا. حاجه ثانيه بتبني الجزء بتاع المشاعر الايجابيه انه نظرتي للمستقبل. ناس كتير قوي بتتعامل مع المستقبل من خلال منظور الخوف، والخوف بيخلي الناس مشلولة التفكير. ليه؟ لأن أنا قلقان من بكرة، قلقان من بكرة، قلقان من بكرة. لما سيلجمان عمل البحث بتاعه اكتشف أنه الدينيين أو الناس اللي عندهم علاقة بربنا ما عندهمش الإحساس ده. ليه؟ لأن هم حاسين كأنه أن ربنا ضامن بكرة وهو صالح، وبناء عليه هم حاسين أنه المستقبل مضمون في إيدين ربنا. مش بس كده، عندهم كمان أمل ورجاء انه صلاح الله هيخليه يعمل لي كل ما هو جيد. فهو مش قلقان من بكره، لكن باصص لبكره بصه مليانه تفاؤل ومليانه رجاء. وده بيبقى معتمد على ايمانه الشخصي بصلاح ربنا، انه ربنا صالح وانا مؤمن في صلاحه، وان كل حاجه حلوه هتيجي من خلال ربنا. فمنظور الايمان ومنظور الرجاء دوت لما بيتزرع في الطفل بيبقى حاسس انه بكره مضمون. تمام. فما بيبقاش قلقان، ما بيبقاش قلقان مثلا لما يكبر هترفض من الشغل ولا هكمل. ليه؟ لان هو بيقول هترفض او هكمل ربنا مخلي باله منه. ما بيبقاش قلقان على ولاده. ليه؟ لان هو بيقول انه ربنا هو اللي بيحميهم وبيحفظهم. ما يبقاش قلقان على ممتلكاته او فلوسه او اي حاجه. ليه؟ لان هو مش قاضي كل عمره يحوش 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 في الفلوس، لانه عنده الحته دي ان ربنا هيعولنا او مش عارفه ايه والكلام ده كده. فبيبقى عنده بعد، البعد ده مش موجود عند الآخرين. فازاي أنا كأب أبتدي أبني الإيمان دوت في حياة ابني، والتصديق ده في حياة ابني، وأقول له أنه أكلمه دايما بصورة تبقى متفائلة أنه بكرة لأ في أمل، في رجاء، بكرة دايما أحسن من النهاردة، ودوت حيجي لما النهاردة نشتغل. فبيتطرق إلى الجزء الثالث أنه إزاي إحنا النهاردة بنشتغل وبنفكر في النهارده بصوره ايجابيه. فاحنا عايشين دلوقتي وعايشين هنا وبنعمل الدور اللي علينا. فانا النهارده مثلا هلعب رياضه، مش مهم ان كنت هكسب ولا هخسر، لانه دوت مضمون انه دايما هيبقى في صالحي. لكن دلوقتي المهم ان انا ابذل اقصى مجهود عشان اعمل احسن نتيجه انا اقدر اعملها. ان انا لما بذاكر انا مش خايف من ان انا اسقط او انا قلقان ابقى رقم 2، لا احنا بنعمل اللي علينا، كل المجهود اللي علينا احنا بنعمله. فانا عايش دلوقتي مش في مشاعر الخوف والقلق اللي جايه من المستقبل، او مش عايش في المشاعر السلبيه اللي جايه من الماضي ان انا مجروح وتعبان وحاسس ان انا اقل من الناس او حاسس ان انا مظلوم. فبتبقى الحاله الايجابيه ديت بتخلق نوع من انواع المشاعر اللي بتخلي الطفل دوت ينمو بصوره سليمه. سيلجمان في البحث بتاعه تطرق اكتر ان هو بعد ما عمل البحث على الناس الدينيين او الناس اللي لهم علاقه بربنا واللادينيين، قال عمل البحث بالمقارنه ما بين الراهبات. وليه اختار الراهبات؟ لانه الراهبات كلهم دينيين، وبعدين عندهم شويه حاجات ثابته زي ان هم بياكلوا زي بعض، بيلبسوا زي بعض، بيعيشوا في مكان واحد. فكل العوامل اللي ممكن تكون بتأثر من البيئة الخارجية تقريبا ثابتة.
لكن ابتدى يقول مين الراهبات اللي بتعيش أطول أو اللي مرضت أقل، فلقى إنه دايماً الراهبات اللي بيتمتعوا بالأمل وبيكلموا عن بكرة بصيغة فيها أمل، واللي ابتدوا يغفروا للماضي أو عندهم ذكريات جميلة من الماضي عاشوا أطول، صحتهم كانت أحسن. فعشان كده بنقول إنه لو أنا عايز أبني طفلي ويكون شخصية في عندها النمو الكامل وعنده الويل بينج أو صحيح، محتاج إن أنا أبتدي أغرس فيه البوزيتيف إيموشنز أو البوزيتيف فيلينجز، ودوت أنا ببتدي أبنيه معاه خطوة بخطوة. ده جميل جدا جدا جدا. حضرتك كده كنت بتقول، علشان احنا هنخلص الحلقة دي وهناخد في الحلقة اللي جاية مرحلة تاني، اني مهم جدا ان انا ابني مشاعر ايجابية عند ابني، ودي بتحصل في ثلاث حاجات: ان يبقى عنده ذكريات كويسة ابنيها معاه، وزي ما قلت امثلة رمضان او الكريسماس او كده، او نروح ناخد لفة كده مع بعض في مكان ونفسح. الحاجة التانية كلامي عن المستقبل وايماني بان المستقبل شكله ايه وعلاقتي بالله شكلها عاملة ايه، فبتضمن شكل المستقبل. الحاجة التالتة ان الاتنين دول غالبا يعني بيخلوا الحاضر بتاعي جميل، اني بعمل حاجات تخلي يبقى عندي امل وعندي رجاء، لاني بسامح الناس وبحب الناس وحب الخير للناس. فحضرتك قلت ان دي التلات حاجات دول تركيز الاب عليهم بيبني مشاعر ايجابية جدا عند الطفل، صح؟ صح. احب اختم بحاجة اخيرة بتساعد قوي الطفل ان هو يبقى عنده المشاعر الايجابية، ان انا ازاي ااكد له دايما ان انت محبوب ومقبول. ودي ونقل الحب للطفل بتختلف من طفل لطفل. ففي طفل بيفهم قوي اللغه بتاعه التلامس، ان هو يتحضن ويتطبطب عليه. في طفل تاني بيبقى مؤمن بكلام التشجيع، فانا محتاج ان انا اقول له كلام تشجيع حقيقي، مش كلام تشجيع وخلاص. لا، لما الطفل ده يبقى بينجز حاجه او بيعمل حاجه مظبوطه، مثلا بيرسم كويس، بيغني كويس، بيلعب رياضه كويس، بيحل مشاكل، طفل منظم، ابتدي اشجعه على الحاجات الحلوه اللي هو بيعملها، الحاجات الحقيقيه اللي بيعملها، حاجات حقيقيه. ان انا اقضي وقت معاه، ان انا اعمل له خدمات من الخدمات الصغيره، ان انا اقضي وقت فيه كواليتي تايم مع ابني. فدي بتفرق عند الطفل وبتحسسه دايما ان هو محبوب، مقبول، وعايزينه، متشجع، احنا عاوزينك، انت موجود في وسطينا. ودي الحاجة اللي أنا أحب أختم بيها الجزئية دي. لو عايز تبني شخصية كلهم هنا متكاملة، لو عايز تبني شخصية ابنك المتكاملة، لازم تبني عنده المشاعر الإيجابية. بتعملها إزاي؟ واحد، إن أنت بتبني معاه ذكريات حلوة. اتنين، إن أنت بتشجعه طول الوقت على الحاجات اللي هو بيعملها. تلاتة، بتبني فيه الأمل والرجاء إنه بكرة مضمون في ايدين ربنا، فيبقى عنده الايمان ان بكره مضمون في ايدين ربنا، فدايما يبقى عايش في المشاعر الايجابيه اللي هتساعده ان هو ينمو نمو متكامل. طيب انا حبيت الموضوع ده قوي، حضرتك بتقول كلام كمان عملي وحاجات ممكن نعملها مع عيالنا، فشكرا ليك قوي. هتكمل معايا بعد اذنك الحلقات اللي جايه في باقي المراحل اللي انا مفروض اعملها مع ابني علشان اخلي ابني بني ادم كويس كده وسوي وحلو. ماشي ان شاء الله. شكرا جدا. شكرا. أنا الموضوع ده بالذات، موضوع الأبوة ده، يعني لو عشت عمري اللي جاي كل واتكلم عليه مش هيقضي. وفعلا دي من فترة من الفترات أنا ركزت جدا 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 إن أقول أعمل أجيب كل الناس اللي ينفع يتكلموا عن الأبوة عشان يتكلموا، لأن الموضوع كبير قوي 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 قوي. تاني بأكد زي ما قلت في أول الحلقة، مش معنى تركيزنا عن الأبوة يعني إحنا بنقول لماما شكرا حبيبتي أنت دورك ثانوي جدا، لأ، بس بنقول إن الأبوة ليها النصيب الأعظم في شوية مراحل عمرية كده، زي ما سمعنا من الأستاذ تامر، في ان احنا نخليهم مستمتعين ومبسوطين وايجابيين. عايزه اقول لكم ان الموضوع لسه مخلص وعندنا كلام تاني يا بابا ليك مهم جدا 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 تسمعه. وعايزه اقول حاجه قبل ما نمشي، معلش سوري، ان لو حضرتك قاعده وجوزك مش موجود، مهم جدا تتصرفي باي طريقه ان هو يسمع الحلقه دي وباقي الحلقات اللي جايه عن منظومه الابوه. سلام، ونشوفكم في حلقه تاني من برنامج ابني ومفتاحه. شكل ولون ببان كتير متقفلة، ناقصنا فهم ومقدرة عشان نفهم.
الأحسن يتطبع بطباعك، يبقى أنت الظالم والمظلوم.